شنو اللي ناقصني؟ ها المؤهلات الكل عندي، شبيني نتعلم فيسع انا راني هذا من الخلفيه الثقافيه عندي. ها ها شبيني شبيني اش تعمل انت اش تعمل؟ اسمع انت راك ملي دخلت وانت تضرب في الملسوقه، علاش هكا تعمل فيا؟ علاش علاش بشويه راهي صاريه مازال بتر كما كنتوا تشوفوا هي مرأة تتمنى انها تجيب صغير ومن خلال الصغير هذاك باش تفركس له على بوه البوي اللي نجم يكون في مستوى انتظارات هالوليد الصغير اللي يحلم بحياة تكون عادلة تكون محترمة في تونس. الواقع التونسي فيه برشا مستويات متفاوتة من الإيجابي للسلبي، ولكن تقعد ديما هي الأم، معناها ما نتنكروا لهاش. فوالا سامحني سي الباجي. يا ربي يا سي العفيف، كان قيمتك من نومة جيت حبيت نقول لك اللي انت فريمون انت راهو المقاول المناسب للقلب المناسب. المسرح راهو غير الاعمال اللي تتقدم في التلفزه. المسرح يكشف المستور، يعري المظاهر الاجتماعيه والسياسيه واللي على مستوياتها الكل، يفضحها يكشفها، دونك يحطنا قدام واقع معين. والواقع اللي انا حكيت عليه ما حكيتش عليه في بجرأة وكهوة، لكن حكيت عليه بطريقه ضامره فكاهيه اللي نجم نوصل لك المساج، ولكن بطريقة سلسة تخليك أنت تضحك، ولكن زادة تطرح مجموعة من التساؤلات. غادي عائلة بقبقية نغمل مو عائلة بقبقية، فما شكون جاي من الجهة الفوقانية الجهة الوطنية كيف راه فوقانية الوطنية شمال جنوب شرق غرب الناس كلها تبقبق مع بعضها. شفت يا بابا شفت مانيش نبقبق وحدنا. عالمي صدقني تل ما حسيت اللي الجمهور معايا واللي بالحق فهم واستوعب الميساج اللي انا حبيت نوصله، دونك سيتي ماجيك حاجه سحريه.